لم يعد البحر في زمن الميليشيا مصدرا للرزق، بل أصبح أيضا مصدرا للموت المجاني. هنا وعلى هذه السواحل اليمنية في مدينة ميدي والجزر التابعة لها، كان الصيادون يحطون رحالهم بأمان بعد قضاء ساعات طويلة في البحث عما يجود به البحر، لكن حياتهم الآن باتت معرضة للخطر بسبب شبكات الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أكثر مساحات الشاطئ أهمية للصيادين. في كل مرة نصطاد في البحر فلم نجد شيئا، وفي هذه الأيام وجدنا أشياء غريبة في البحر فلم نعرف ما هي. وعندما استضفنا بإحدى دوريات الجيش الوطني في هذه المنطقة دليناهم إلى هذا المكان لنعرف ما هو هذا الشيء الذي في البحر، ولله الحمد لم نمسه أبدا. وعندما جاءوا إليه اكتشفوا بأنه ألغام بحرية. قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة إلى جانب مهامها العسكرية تقوم أيضا بعمل إنساني محفوف بالمخاطر، حيث تجوب دورياتها البحر طوال اليوم بحثا عن شبكات جديدة لتفكيكها، بالإضافة إلى حماية الجزر والسواحل الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش الوطني من تسلل القوارب التابعة للميليشيا. هذه هي الألغام البحرية التي تقوم الميليشيات الحوثية والعفاشي بزراعتها في البحر أيضا. إن كان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، فإن ثمة ما يملأ باطنها بالموت من أعمال الجماعة الانقلابية. ففي البر أو في البحر هي الجريمة ذاتها التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع، وتقدمها لليمنيين بأشكال وصور وأحجام مختلفة.